بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرجع للشهوات الروحية. احنا قلنا الروح يستهي، كلما الروح اشتهى كلما الإنسان عاش في سلام وفرح وطبيعي يوصل للسماء، وكلما مشينا ورا الجسد وشهواته كلما تبهدلنا في الدنيا وإلى الأبد. فطبعا موضوع يهمنا، والصيام فرصتنا ان احنا نسويتش كده من الجسد للروح. كفاية أكل ونوم وكلام، وتعالوا بقى نصلي ونشبع بربنا عشان يبقى نصيبنا مع ربنا. خدنا شهوتين، شهوة ايه؟ الملكوت وشهوة ربح النفوس. ناخد شهوة اسمها شهوة الاستنارة. كنيستنا اختارت حاجة جميلة شوي، آخر أسبوع في الصيام حطت لنا قصة ايه؟ المولود أعمى. وعلى فكرة قرايات الأسبوع بتاع المولود أعمى هتلاقوا فيه قصة كذا أعمى، منهم بارتيماوس الأعمى. بارتيماوس ده غير المولود أعمى، اللي فضل شحات في السكة يزن يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني، لغاية ما خرب الدنيا. وقف المسيح في الموكب بتاعه قال له عاوز ايه؟ قال له عاوز اخف. قال له خف. وأكتر من شخص، واحد تاني جابوه يجروه كده وقال له عاوز ايه؟ قال له عاوز اخف. قال له خف. إذن ربنا يسوع كان مشغول بشفاء العميان بالذات، لدرجة حطها في أول عظة قالها. فلو أربعة أول عظة قالها المسيح في بداية خدمته، قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأنادي للمقصورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر. طب يا رب ما انت هتشفي الأعرج كل ده شيء، والعميان بالذات. طلعت بقى ان العمى عند ربنا الحقيقة مش البلايندنس، لانه ومن هنا الكنيسة الواعية ما جابت لناش اي قصة اعمى، لا اختارت لنا المولود اعمى بالذات. ليه؟ عشان تتكلم في موضوع روحي مش في موضوع معجزي. عاوزة تقول احنا كلنا بدون استثناء مولودون عميان، مش شايفين الحقيقة، فعايشين ملخبطين. بولس كان يعتبر مفتح بس طلع انه اعمى، فعشان يشوف نزلت قشور من عينيه. وعشان كده هو نفسه استخدم تعبير رئيس هذا العالم قد اعمى اذهان غير المؤمنين. يبقى كل غير المؤمنين في حالة عمى، كل غير التائبين في حالة عمى. لما كان اليشع محاصر مثلا، هو كان شايف، الصبي بتاعه ما كانش شايف، يعتبر في حالة عمى. فكنيستنا عاوزانا نفترض كلنا ان احنا مش شايفين، لانه احنا فعلا مش شايفين. يعني واحنا بنشرح القداس الغريغوري ده، ما نفسكوش بجد ربنا يفتح عينيك وتشوفوا ولو لقطة مرة؟ مش دول حقيقيين؟ دول بس غير مرئيين. شوف بقى لو شفت الملائكة وربوات الملائكة ورؤساء ملائكة، ده انت مش هتعرف تصلي القداس بعد كده من كتر الخوف. لكن هي دي حقيقة، هم موجودين بجد، لكن انت تعتبر في عرف العميان من ناحية الامور غير المرئية. فكأن الكنيسة عاوزانا ببركة الصوم والصلاة تتفتح عينينا الروحية فنشوف اللي ما كناش شايفينه. من هنا تيجي فكرة شهوة الاستنارة. يعني ايه؟ يا رب نفسي اشوفك، يا رب نفسي اشوف السماء، يا رب عينيا تتفتح واشوف اللي المفروض اشوفه، اللي المفروض اشوفه، لان في حاجات كتيرة قوي موجودة بس انا مش شايف. ده اللي هنناقشه كده في نص الساعة. يعني ايه انت يا مفتح تقتنع انك مش مفتح وتبقى نفسك تفتح؟ هي دي اسمها شهوة الاستنار. تعبير كده بنقوله في المزمور، يقول انظر واستجب لي يا ربي وإلهي، انر عيني لألا انام نوم الموت. يعني ايه؟ يا رب عاوز قبل ما نام نوم الموت. اولا ده تعبير من المزمور يؤكد ان الموت من الاول هي حالة ايه؟ نوم، ما يخوفش. بس نفسي يا رب قبل ما غمض عيني وانام النوم الاخراني ده طويل ده، ما تفتح عيني مرة واشوفك، عشان لما اشوفك اطمن على مصيري الابدي. وفي ناس كتيرة ربنا بيستجب لهم الطلبة دي،
في الآخر خالص قبل ما بيمشوا بيفرجهم على حاجة عشان يناموا وهم مطمنين هيفضلوا شايفين للأبد. أنر عيني لألا أنام نوم الموت. في آخر قصة المولود أعمى طبعا مين بقى اللي خرب الدنيا؟ جماعة الفريسيين كالعادة، لأن الفريسيين سابوا المعجزة. الراجل مولود أعمى يعني ما كانش عنده أي بول، فالناس عارفة أنه ده لا يمكن يخاف لأن ما فيش أساسا كورة عين. الفريسيين سابوا المعجزة الواضحة الصريحة جدا وتربسوا في موضوع إيه كالعادة؟ السبت. إزاي وإزاي يعمل له عينين في السبت؟ فخربوا الدنيا وقالوا المسيح ده وحش والراجل ده وحش وطردوا الراجل وبعدين المسيح قال بقى في آخر القصة تسمعوها في حد مولود أعمى: لدينونة أتيت لهذا العالم. يعني أنا جيت مع أني جاي أخلص العالم، بس دخلتي على العالم هتعمل دينونة. ليه يا رب؟ قال حتى يعمى الذين يبصرون ويبصر الذين يعمون. مين واقف؟ الفريسيين. فسمعوا الكلام حسوا انه بيلمح، قالوا له: ألعلنا نحن ايضا عميان؟ قام قال لهم الرد ده، قال لهم: يا ريتكم كنت عميان، اسهل حاجة عندي افتح عينين اعمى، انما اصعب حاجة عندي ان واحد فاكر نفسه مفتح هيفضل اعمى. لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، كنتوا هتبقوا زي الرجل الغلبان ده نفسه يشوف، لكنكم تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية. إذا مفتاح شهوة الاستنارة أنك تبقى مقتنع أنك مش شايف، تبقى مقتنع، لأن هي دي أزمتنا مع نفسنا يا جماعة. إحنا شايفين نفسنا مفتحين، إحنا بنفهم، ما إحنا شايفين أهو دنيا الآن، أنت مش شايف حاجة لان مش هي دي الدنيا خالص اللي تستاهل تتشاف ولا تركز فيها اساسا. حاجات كتيره قوي انت شايفها ولا اللي جاي انت شايفه خالص. اذا الاعتراف بالعمى هو بدايه الاستنار. في رؤية 3 حصل موقف مشابه. كان اسقف ومقتنع انه كويس وبيخدم ربنا، قال له: انت بتقول انك غني ومستغني، انت مش واخد بالك انك اعمى. يبقى نفس الكلام علينا، حضرتك مش واخد بالك انك لغاية دلوقتي اعمى، وهنشوف ازاي ان انا وانت عميان لغاية دلوقتي، والمفروض قبل ما يخلص الصيام نبقى بنصلي من كل قلبنا: يا رب فتح عينيا، لانه كتير عليا افضل عايش كده وانا مش شايف حاجة من اللي المفروض اشوفه. طب لو فتح عينيك هتشوف ايه؟ هقول شوية نقط كده تعرف بيها انك مش مفتح. اول نقطة: يا رب نور عيني عشان أشوف عجائب من شريعتك. في آية بتقول كده: افتح عيني لكي أبصر عجائب من شريعتك. احنا بنقرأ الإنجيل لكن مش بنسمع أو بنشوف اللي ربنا عاوزنا نشوفه في الإنجيل. احنا بنقرأ لكن مش كتير مننا اللي بيستقبل الفكر. بالظبط زي اليهود، اليهود اتقال عليهم ايه؟ لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، اذان يسمعون. عشان كده اتقال علينا احنا العكس: يا بخت عينيكم طوبى لعيونكم لانها تبصر. يعني الكنيسة متصورة ان كل مرة يتقري الانجيل انت ترى عجائب. الحقيقة احنا بيتقري الانجيل واحنا نايمين، ولا مش شايفين حاجة، عادي مستنين الفقرة اللي بعدها. يعني الانجيل خلص يلا على الصلح بقى خلينا نروح، يعني فانت الحياة في وادي تاني خالص. ده في وقت الانجيل ده المفروض تنزل القشور، يحصل كده عينيك تلمع كده وكأنك اكتشفت اكتشاف اول مرة تشوف، وده المفروض الانجيل بيعمله. ده انت لو بتصلي كويس ولو انت منتبه للعظمة اللي فيها كلمة ربنا، لان كلمة ربنا بتفتح العين. ما هو بولس اتفتحت عينه على حقيقة ما كان شايف، ان يسوع هو الكائن، هو يهوى، هو ربنا اللي كان بيعبده بس فاكره واحد تاني. يبقى هنا: يا رب افتح عيني عشان كل مرة اقرأ الانجيل تنزل قشور من عيني واشوف بالظبط عاوز مني ايه، او اسمع بالظبط الرسالة الخاصة بي،
او اشوف الدنيا بطريقة جديدة. كل مرة بتقرأ الانجيل زي قطرة. عشان كده في رؤية ثلاثة الحالة اللي كنا بنقولها دي قال له كحل عينيك بكحل لكي تبصر، يعني حط القطرة في عينيك 3 مرات في اليوم عشان تتفتح. تسألوا الآباء ايه كحل العين؟ معناها غير الانجيل، قالوا كده كلهم. يعني اقرأ الانجيل كويس وبذمة عشان عينيك فيها مرض ما انتش شايف. عندنا مشكلة ان احنا كلنا بنقرأ الانجيل بس بنقرأ زي الجرايد، بنقرأ زي المعلومات، مش بنقرأ زي ما الكنيسة او القديسين كانوا بيقروا. الاباء كانوا كل آية غالية عليهم ما يسيبوهاش بالسهل، كل آية، كل كلمة تخرج من فم الله هي دي اللي تدي الحياة، تدي الشفاء. فتبقى وجدت كلام ربنا كمن وجد غنائم كتيرة، فرحان بالآية مش عاوز تسيبها، وطول ما انت بتفكر فيها وبتهز فيها عينك عمالة تتفتح. يبقى انت بتشوف ربنا من كتر قرايتك او تأملك او فهمك او شبعك بكلمة ربنا. يبقى المشكلة عندنا يا جماعة، احنا عندنا اناجيل. على فكرة اللي قبلينا ما كانش عندهم اناجيل في بيوتهم، ما كانش عندهم. احنا عندنا بدل الانجيل كذا نسخ، لكن احنا مش عاملين مجهود كبير عشان عينينا تتفتح. طبعا مش كفايه انك تعرف او تقرا او حتى تفهم، لا، هي كمان اللي يخلي العين تتفتح بجد انك تبتدي تنفذ. اغسطينوس له معنى جميل قوي، مقوله مشهوره زي اللي ابتدينا بيها اليوم النهارده، يقول ايه؟ يقول وراء كل وصيه مسيح مختفي، حين تنفذ الوصيه ترى المسيح. وراء كل وصية المسيح مستخبي. عاوز تشوفه نفذ الوصية. بص شوف لو حبيت عدوك هتحصل ايه؟ هتشوف ربنا. بص شوف لو اديت كل اللي عندك هيحصل ايه؟ هتشوف ربنا. بص شوف لو قضيت يوم تشكر طول اليوم هتشوف ربنا. هتشوفه بدرجاتها. احسن واحد يقول لي ما حصليش رؤية ولا حاجة، وانت لو جالك رؤية هيجي انفجار بعدها، حصل لك مصيبة مش قدها، لكن هتحس انك شفت اللي ما شفتوش قبل كده. تاني حاجة، انر عيني عشان اشوف خطاياي. حكاية مشهورة في البستان، يبدو كان معروف انه انبا بشوي وانبا بخوميوس وابو مقار كانوا الناس الكبار دول كانوا بيشوفوا المسيح. فراحوا الواحد فيهم سألوه، قالوا له عاوزين نشوف المسيح برضو، اشمعنى انت يعني؟ فواحد منهم جاوب اجابة جميلة قوي، قال له يا ابني ليس هناك أفضل من أن ترى خطاياك، لأنك إن رأيت خطاياك الآن سترى المسيح إلى الأبد. يعني إيه؟ قال له ما تهمكش قوي تشوف المسيح بعينيك هنا، لأنه ليها وعليها. يعني أنا دايما أخوف نفسي وأقول سليمان شاف المسيح بعينيه بس عبد أوثان على آخر أيام، مش عارف عملها إزاي. سليمان شاف المسيح بعينيه مرتين، مكتوب في الانجيل كده، جاله المسيح مرتين، مره في الليله اللي قاعد يطلب الحكمه، ومره في الليله اللي دشن الهيكل. راى الرب. ازاي يا سليمان عبدت اوثان بعد كده؟ ده لولا رحمه ربنا كنت هلكت. يبقى واضح انه رؤيه المسيح بعينيك مش ضمان انك هتوصل للسماء. يهوذا شاف المسيح كل يوم وهلك، لكن اللي بيفضل شايف خطاياه فعايش توبة لن يهلك. فهمتوا الفكرة؟ فالحكمة اللي قالها أبونا دي أنه يا ابني انشغل بالأكتر تشوف خطيتك، هتخليك دايما في حالة توبة، كده هتشوف المسيح على طول بعدين. دي كده ايه؟ ما تقلقش عليه، هتفضل وشك في وشه إلى الأبد. لكن هنا ليس أفضل من أن ترى خطاياك، معناه ايه؟ محتاجين نفحص نفسنا كل شوية. في اللحظة اللي احبائي الواحد بينسى يشوف خطيته، على طول عينيه بتتفتح على ايه؟ ها؟ على خطايا الناس. ودي مصيبة المصائب. لو انت نسيت انك كسلان بتتهم الناس بالكسل، ولو انت نسيت انك مادي بتتهم الناس بالمادية، ولو انت مخدتش بالك انك انت مليان كبرياء بتبص للناس بتشوفهم متكبرين، فتعميت خالص بقى.
وأول ما بتشوف نفسك معيوب ما بتشوفش إن أخوك وحش، فبتبقى أنت ابتديت تخف أهو. يبقى فحص النفس بيخليك تراقب حتى دوافعك، يعني إيه هو، إيه اللي بيخليك تتعصب، ما تنخور جوه وتشوف. أنت بتتعصب لأنك بتحب الفلوس، أنت بتتعصب لأن كرامتك كبيرة قوي، أنت بتتعصب لأنك مش بتحب الناس. طب ما في حتة لازم تكتشفها، اعرف العيب، بص بالميكروسكوب جوه مش بره، لأنه ده أفيد حاجة في شفاء العين، إنك تشوف اللي جواك. طبعا راقب عقلك وقلبك، سهل قوي تمسك تصرفاتك من بره، أغلبكم والحمد لله تصرفاتكم إيه، شيك، واخدين بالكم بقدر الإمكان، عشان برضو ناس متحضرين وحلوين، بس اللي محدش شايفه بقى إيه، دماغك وقلبك. طب ما هو ما ده اللي عاوز يتشاف، أنا عيني لأرى ما يدور في داخلي من فساد من خطايا. طيب تالت نقطة، نور عيني يا رب عشان أشوف اللي حواليا، وهو اللي حواليك دول محتاجين يعني معجزة؟ لا، ما أنت حواليك نوعين، نوع من النوع ده اللي ملون ده، ونوع تاني أنت مش شايفه بس أهم، اللي هم الملائكة والقديسين واللي بنصلي كل يوم، ولا كأننا بنصلي أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين. طب ما حقيقة دي دايرة حقيقية موجودة حوالينا، قوات سماوية، مش أنا بنصلي معاهم في القداس ومشاركنا الصلاة وبقينا عيلة واحدة، شغلتهم يحرسونا، شغلتهم يحوطونا طول الوقت، معسكرين ومركزين معانا بس احنا مش شايفين. يبقى خلي بالك، لو قريت الإنجيل حلو القشور تنزل، لو صليت وتبت حلو وركزت في خطاياك القشور عمالة تنزل، فممكن تدخل في مرحلة انك تبتدي تشوف اللي حواليك، اللي حواليك العالم الآخر، لأن القديس بولس يقول لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، فلنطرح عنا كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. يبقى في حوالينا سحابة حلوة بس احنا مش شايفينها. قاليش عقل تلميذه ما تخافش يا ابني، اللي معانا اكتر من اللي معاهم. اكتر ازاي؟ احنا قلة قليلة في مصر. لا يا حبيبي لا، احنا مش قليلين ابدا خالص، ده هو عنده ربوات ربوات، ما عندوش بالعدد. يعني لو مصر 90 مليون ده ما يجيش حاجة فاللي تبع ربنا، فما تحسبهاش كده، مش بالأرقام يعني. رابع حاجة محتاج تشوفها انك تشوف ايد ربنا. ايد ربنا يعني ايه؟ يعني عمل الله في حياتك وحياة من حولك. بيحصل معانا حاجات كتير يا احبائي بس مش بننسبها لربنا. لغاية دلوقتي في مسيحيين بيستخدموا كلام اكيد بيزعل ربنا، يقول لك اصل ده فلان ده حظه حلو، يعني ربنا يعمل كل الشغل وبعدين انت تنسبه للحظ، او صدفه، صدفه انت مغفل، ايه اللي صدفه ده؟ يعني لما الدنيا مشيت حلوه تبقى صدفه؟ ما تقولش ربنا، يعني ربنا يعمل كل حاجه حلوه، مره تقول صدفه، مره تقول حظ، مره تقول نصيبه. امال يا ابني انت ما عندكش عينين ولا ايه؟ وليه مش بتشوف ان دي ايد ربنا اللي محوطة على عيالها وباليمين والشمال عمال يبعت هدايا ويبعت بركات ويبعت ادوية؟ يبقى احنا بنصلي يا رب فتح عيني عشان اشوف انك دايما حواليا، وانك مش سايبني، وانك انت شايلني، وان ايدك شغالة رغم كل الظروف اللي بتحصل. اشعياء كان مكتئب لما شاف المسيح في مجده، بس سمع الملائكة بتقول حاجة غريبة جدا. هو كان مكتئب ليه؟ اشعياء شايف الارض باظت خالص، شايف انه اليهود عبدوا اوثان فالدنيا خربت، فوجئ ان الملائكة بيقولوا للمسيح اللي على العرش مجده ملؤه كل الارض. يعني تالي اشعياء كان عاوز يقول له وقف منك له، ايه اللي مجده كل الارض؟ مجده عندكم في السماء، لكن على الارض خرابة، مجد الشيطان اللي على الارض. لسه كنت في زيارة فواحد بيقول لي
هي الأرض خلاص راحت من ربنا، ما عادش له مكان فيها خالص؟ قلت له لا، هو في الواقع في الظاهر كده، أيوة حروب وشر وبدع جديدة كل شوية وفساد، بس لا لا، ربنا شغال وإيده شغالة، والملائكة اللي فوق شايفين الصورة كويس، إحنا اللي على الأرض مش شايفينها كويس. هو عارف شغله كويس، مجده ملء كل الأرض. المهم إحنا ناخدها في التسبيحة، نقول إيه؟ السماء ها والأرض مملؤتان من مجدك، عشان ما نطنش السماء برضه. بولس الرسول جات له لحظة ضعف، صعب عليه إن ما حدش وقف معاه وقت محاكمته قدام نيرون، ولو للحظة كده عدت على باله يعني أخدم الناس وأحبهم، ولا واحد يقف معايا كمحامي قدام نيرون. فقال في احتجاجي الأول ما جاش حد، مع إن كان الموقف صعب قوي، الجميع تركوني ولكن لا يحسب عليهم، الرب وقف معي وقواني. فبولس كان حاسس هو بيتحاكم قدام نيرون المجنون، قيصر روما اللي مشهور في التاريخ بجنونه واللي ما كانش بيرحم حد ابدا، كان حاسس انه سبورتد لان ربنا واقف جنبه ومقويه. وعدت لحظه صعبه جدا في حياته لان ربنا كان مأجل استشهاده لغرض تاني. خمسه، يا رب افتح عيني عشان اشوف الحلو اللي في الناس. ربنا يسوع نظرته للناس غيرنا خالص. احنا بنعرف بمهارة شديدة نشوف اسوأ ما في الناس. يعني يبقى قدامك انسان عموما كويس وانت تطلع الحتة الوحشة اللي فيه، يعني ايه؟ بذكاء. ربنا عكس كده بالظبط، يبقى قدامه واحدة سامرية يطلع حتة اسمها الصدق، قدامه واحد مخلع وهيستوري سيء جدا يطلع منه حتة حلوة اسمها الإرادة، قدامه واحد اسمه شحات ومولود أعمى والناس كلها بتقول عليه ملعون ويطلع منه حتة حلوة إنه جريء وما بيهموش. أنت إزاي بتشوف الناس كده؟ بطرس ينكر المسيح والمسيح يطلع منه حتة واحدة حلوة إنه بيحبه، فيقول له أنت بتحبني ارعى خرافي، أنت عنيك إيه؟ واللي عمله لسه أول امبارح ده الإنكار واللخبطة دي كلها، واللي كان عامل فيها شيخ التلاميذ ده ما بيشوفش الحاجات، هو عينه بتشوف بس الحلو. طب ده احنا فعلا ما بنشوفش، مقارنة بعينين ربنا احنا ما بنشوفش خالص. احنا شاطرين جدا في ان احنا نحلل بعض ونطلع أسوأ ما في بعض. طب عرفت تشوف الحتة الحلوة حتى في اللي قدامك؟ كيف تقدر أن تقول لأخيك دعني أخرج القزى الذي في عينك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي خرج الأول الخشبة من عينك. حنانيا وده كان راجل قديس، ظهر له المسيح قال له تروح لشاول، قال له ده إنسان مفتري، قال له ده وحش قوي، كم سمعنا كم صنع بقديسيك، قال له ده لي إناء مختار، هذا لي إناء مختار، انت مش شايفه زي ما انا شايفه يا حناني. بولس بكره هتشوف هيعمل ايه في الوقت اللي كل الناس شايفينه يعني ارهابي درجه اولى. لا تحكموا حسب الظاهر، احنا بنعرف نحكم بالظواهر لكن ربنا شايف قلوب غير خالص اللي احنا شايفينه. نور عيني يا رب عشان اشوف السماء. يعني ايه السماء؟ مش لازم برضو رؤى، احنا مش عاوزين نبقى بتوع رؤى، لكن طول ما احنا عينينا بتبص على العربيات والمباني والفلل والألمازات والفاترينات، عينينا طالعة برانا والعين لا تمتلئ من النظر. طب لو شفت السماء، الحقيقة أكبر فيلا وقصر في الأرض ولا نقطة رملة جنب مكانك في السماء. ده بيوعد ولاده يبقى الواحد فيكو كوكب، الكوكب ده أكبر من الأرض. يقول الفاهمون يضيئون ضياء الجلد والذين ردوا كثيرين كالكواكب إلى ظهر الظهر. تصور أنت بقى يوم يعني تبقى غني جدا ما تشتريش لولادك فيلا، تشتري لولادك جزيرة في البحر، حاجات زي الأفلام بقى، وافرض يعني أخرتها هيموت برضو ويسيبها يتخانقوا عليها اللي بعده. لكن ربنا مش بيتكلم في جزيرة، بيتكلم في كواكب. طب انت لو شفت السماء اكيد هتحتقر الارض، وده اللي خلى القديسين الارض رخيصة قوي،
قوي. ايه الدنيا اللي يتخانقوا عليها؟ ولا الملايين ولا المليارات، كل ده بالنسبة لهم رملة تحت رجليهم. ليه؟ لأن عينيهم شايفة حاجة تاني. نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. أبونا إبراهيم مع إسحاق مع يعقوب كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبريها الله. طب احنا عمالين نقول كلام شكله حلو بس مش سهل. يا رب افتح عيني عشان اشوف خطيتي، واشوف ايدك اللي بتشتغل، واشوف احلى ما في الناس، واشوف عجائب من شريعتك، واشوف ملايكة حواليا، واشوف السماء اللي مستنياني. طب هوصل لده كله ازاي؟ اخف ازاي؟ العينين تتفتح ازاي؟ الشفاء الروحي للعمى الروحي يجي ازاي؟ واحد، اللجاجة، الصلاة بلجاجة. هتسمعوا الأسبوعين الجايين اللي بيحضر قداسات الأيام كذا مرة هيقابلنا إنجيل الأعمى الزنان الساطر، اللي هو إيه؟ يا ابن داود ارحمني، وعلى صرخة واحدة مش هسيبك، لازم تفتح لي عيني. اللي بيزن وعارف إنه أعمى ومش طايق نفسه من العمى الروحي هيشوف، إنما اللي متعود على الحالة اللي هو فيها ومقتنع انه شايف عمره ما هيشوف. يبقى الصلاة بلجاجة هتفتح العين، على الاقل تبقى درجة. فاكرين الراجل اللي اتفتحت عينيه بالتدريج؟ ففي الاول شاف ايه؟ ناس زي الشجر. طب احنا راضيين بس نشوف حاجة، يعني حتى لو ايه جراديوال كده، درجة بس احسن من اللي احنا فيه. يبقى وارد انك ما تشوفش يعني حاجة كبيرة، بس على الاقل تبقى طلعت من اللي انت فيه شوي. اللي يغذي الصلاة دي والإلحاح ده أنك تبقى مقتنع فعلا أنك مش شايف، تعترف أنك أعمى. لأن الأسقف بتاع رؤية 3 ده قال له أنت لست تعلم أنك أعمى. اللي يساعد كمان أنك تشبع بالإنجيل، خلي كلام ربنا يدخل ويعشش ويشتغل، لأن كلمة ربنا هي الكحل أو الدواء بتاع العين. أخيرا نحتاج إلى هدوء، لأن مع الدوشة والوش اللي احنا فيه صعب قوي عينيك تتفتح. مع السكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. لما بتهدأ عينيك بتتفتح شوي شوي، كان طول ما انت مدوش انت مش شايف حاجة. وللأسف العمر عمال يجري يجري، والواحد فاكر نفسه مفتح لإلهنا كل مجد وكرم.